بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد أحب خلقك إليك، وصل على سيدنا محمد أسعد خلقك بك. اللهم أكرمنا وأسعدنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كثيرا 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 يا رب العالمين. وبعد، فقد انتهى اللقاء السابق مع أبي سليمان الخطابي في رسالته بيان إعجاز القرآن الكريم، وهو يتناول موضوعا من الموضوعات المهمة، وهو موضوع الرد على الطاعنين في بلاغة القرآن الكريم. وسبق أن في الحلقة في اللقاء الماضي أن هذه الهجمات على القرآن الكريم لا تعود عليه إلا بخير، شاء الله أنها لا تعود عليه إلا بخير، وأن هذه الطعون ربما نبهت العلماء إلى أبواب مسكوت عنها فيبحثون لها عن إجابات، ويبحثون لها عن أشياء تكشف لهم وجوها جديدة من إعجاز القرآن الكريم، فينقلب السحر على على الساحر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لأن كما قلت أن القرآن الكريم كاللؤلؤة، من حيث نظرت إليها وجدت فيها نورا ووجدت فيها تلألؤا. والقرآن الكريم كالمعدن النفيس، كلما جلوته ازداد لمعانا، كلما جلوته ازداد ازداد لمعانا. فهذه الطعون التي توجه إلى القرآن الكريم تفتح أفقا للبحث والدرس وللتفكر والتدبر. أخذنا في اللقاء السابق قوله تعالى: فأكله الذئب، وأخذنا قوله تعالى: ذلك كيل يسير. واليوم مع هذه نكمل المسيرة مع أبي سليمان الخطابي، ومع قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. تفضل يا شيخ طه، صفحة 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم بارك في شيخنا واحفظه، وأطل بقاءه في صحة وعافية، وانفعنا والأمة به يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. وكقوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. والمشي في هذا ليس بأبلغ الكلام. طبعا هو يقول: أنت تزعم يا أبا سليمان أن القرآن الكريم جاء بأبلغ الألفاظ وجاء بأبلغ الكلام. طيب، استعمال المشي هنا ليس أبلغ الكلام. أنمشوا واصبروا، المشي هنا هناك عبارات أسرع منه تدل على السرعة أكبر منه. الانطلاق أسرع من المشي، والجري أسرع من المشي، وامضوا أسرع من المشي. فلما قال القرآن الكريم عبر بأقل شيء وهو المشي. كمل سيدنا. قال رحمه الله تعالى: ولو قيل بدل ذلك أن امضوا وانطلقوا لكان أبلغ وأحسن. وسكت، يبقى الاعتراض في سطرين، ولكنها تحتاج في الإجابة إلى تدبر. التدبر يقول لك لما، وجه التدبر هنا أن تقول: لما عبر القرآن الكريم بمشوا بدل انطلقوا مثلا، أو بدل امضوا؟ لما عبر القرآن الكريم عن هذا؟ لو قيل هذا السؤال لمن ليس من أهل هذا الفن ربما يحار في الإجابة، ربما يحار في الإجابة. ولكن
الله، ولكن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن الكريم عبر بالمشي في مواضع كثيرة، وعشان حتى تفهم لما اختار الطعن على هذه الآية فقط. القرآن الكريم عبر بالمشي في مواضع كثيرة، كقوله تعالى مثلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وكقوله تعالى والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، استعمل المشي. أيضا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، القرآن استعمل المشي. طيب لما آثر هذه الآية؟ اشمعنى؟ طب ما في عنده آيات كثيرة جت فيها المشي، ليه جاب الآية دي بالتحديد؟ يعني ليه؟ ما أنت تنظر، لابد أن تنظر إلى عقل هذا المعترض، لما اختار هذا الموضع فقط؟ مواضع المشي في الآيات الأخرى جاي على الحقيقة، على الحقيقة. يعني فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، المشي يليق بالمرأة، لا يليق بها أن تسرع ولا أن تهرول ولا أن تجري، ولذلك شرع الرمل في السعي على الرجال ولم يشرع على النساء. تمام ولا إيه؟ الله يفتح عليك. طيب والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. هذا لأن المقام ليس مقام سرعة، المقام مقام المشي. تمام؟ هو اختار هذا لا فقط ليه؟ لأن وانطلق الملأ منهم، الملأ من الكفار انطلقوا بعدما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما سمعوا الدعوة إلى الله، والدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى الوحدانية، والدعوة إلى نبذ الأصنام، إلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان، انطلق الملأ من الكفار وقالوا أنمشوا واصبروا على آلهتكم، أنمشوا واصبروا على آلهتكم. طيب حتى لا أفسد عليكم رد الخطابي قبل أن يجي، نقرأ رد الخطابي. هكا سيدنا الشيخ رد الخطابي في صفحة كام؟ صفحة 43. قال رحمه الله تعالى وأما قوله سبحانه أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فقول من زعم أنه لو قيل بدله امضوا وانطلقوا كان أبلغ، فليس الأمر على ما زعم، بل المشي في هذا المحل أولى وأشبه بالمعنى، أولى وأشبه، أشبه بالمعنى، بل المشي أولى وإيه؟ وأشبه بالمعنى. وأشبه بالمعنى. طبعا الإجابة هنا تحتاج إلى تفكر، تعتمد على التفكير، تعتمد على الدراية اللي احنا سميناها على الايه؟ الدراية. تعتمد على الدراية، يعني على العقل وعلى التفكر وعلى الايه؟ التدبر. على العقل يعني انت ممكن تغمض عينك وتقعد تفكر ان امشوا واصبروا، بس تستحضر يكون المعنى حاضر امام عينيك، يكون المعنى ثابت في ذهنك، ان دول كفار، ان هؤلاء كفار، وانهم يريدون أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن دعوتك لا تهز منا مثقال شعرة. إن دعوتك لا تحرك فينا مثقال شعرة، لأن عبادتنا لأصنامنا وأوثاننا عقيدة راسخة ثابتة في قلوبنا لن نتزحزح عنها. هذا هو المقام، هذا هو هو ده المقام. يا محمد دعوتك لنا لا تؤثر فينا، دعوتك لنا نترك الأصنام، لا 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 لن نترك الأصنام، أنمشوا واصبروا على آلهتكم، أنمشوا واصبروا على وتعجب في هذا التصميم على الإبقاء على الفساد. التصميم على الإبقاء على على الإبقاء على الباطل والدفاع عن الباطل.
السرعة في قوله وانطلق الملأ منهم، أنت تجد سرعة عجيبة في قوله إيه وانطلق الملأ منهم، يا سلام، كأنها ريح مرسلة، كأنها سهام أطلقت. أطلقت لماذا؟ لتدافع عن الباطل. أطلقت لماذا؟ ها؟ أيوة، الحمية دي لإيه؟ العصبية دي لإيه؟ الانطلاق ده يعني ينبئ بأن هناك أمر جلل. وانطلق الملأ منهم. طيب بعد الانطلاق إيه؟ أنمشوا. لاحظ هذا العجب الذي لا ينقضي في 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 عبارة القرآن الكريم. انطلق غاية السرعة، وبعدين قال إيه؟ أنمشوا. يعني على 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 هوينتكم، على طبيعتكم. أما تسمعوا من حين تسمعون من محمد لا يزعجكم ذلك، لا يحرك فيكم مثقال شعرة، مثقال ذرة، بل ابقوا على عادتكم كأن كلامه لم يحرك فيكم ساكنا ولم يؤثر فيكم شيئا. ولذلك قال انطلق أنمشوا. شيء عجيب جدا في أسلوب القرآن الكريم. وانطلق الملأ منهم أنمشوا. ولذلك لو قال وانطلق الملأ منهم أن انطلقوا بدل امشوا، يبقى كلامه أثر فيه، يبقى كلامه صلى الله عليه وسلم إيه؟ أثر فيه. وهم قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. وهم قلوبهم كالإيه؟ كالحجارة أو أشد إيه؟ أو أشد قسوة. طيب نكمل يا سيدنا الشيخ كده. قال بل المشي في هذا المحل أولى وأشبه بالمعنى، وذلك لأنه إنما قصد به الاستمرار على العادة الجارية ولزوم السجية المعهودة في غير انزعاج منهم ولا انتقال عن الأمر الأول. كلام جميل جدا وأسلوب بليغ جدا. ظلوا على عادتكم، ظلوا على إيه؟ عادتكم الجارية وعلى مألوفكم، ولا تتحركوا خطوة واحدة زيادة. لا، كلامه لا يجعلكم تحركون قدما عن قدم أكثر مما كنتم عليه. إيه ده؟ ما هذا الجبروت؟ إيه ده؟ فاتبال حضرتك معي؟ كمل يا سيدي. وذلك أشبه بالثبات والصبر المأمور به في قوله تعالى واصبروا على آلهتكم. يدعم ما انتهى إليه تدبره. تدبره انتهى إلى أنه لو قال انطلقوا يبقى هم انزعجوا وتأثروا. فلما لم يقل الحق، فلما قال الحق امشوا، يعني معناها إيه؟ لم ينزعجوا. وامشوا تناسب اصبروا على آلهتكم. إلى أن امشوا معناها أنهم لم ينزعجوا، واصبروا على آلهتكم معناها أنهم مصممون على عبادة الأصنام والأوثان، والأمر جار على العادة غير خارج على المألوف. تمام؟ كمل. قال رحمه الله تعالى والمعنى كأنهم قالوا امشوا على هينتكم وإلى مهوى أموركم. امشوا على هينتكم، على مهلكم، يعني امشوا على مهلكم. ولا تعرجوا على قوله ولا تبالوا به. وفي قوله تعالى امضوا وانطلقوا، لا، وفي قوله يعني لو قال امضوا بدل امشوا، وفي قوله امضوا أو انطلقوا زيادة انزعاج ليس في قوله امشوا، والقوم لم يقصدوا ذلك ولم يريدوه. تمام، يبقى هذا هو التدبر. يبقى سؤال السائل معترض حين اعترض لما قال امشوا جعل الخطاب يفكر في العلة، ربما لم يكن قد فكر فيها قبل ذلك، ربما لم يكن قد فكر فيها إيه؟ قبل ذلك، لكنه حاول أن يعكف وأن يتدبر لما قال القرآن الكريم امشوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. طيب لاحظ أنه لو قال وانطلق الملأ منهم أن انطلقوا، طبعا هذا تكرار يعني ينزه بدون فائدة، ينزه عنه القرآن الكريم. انطلق الملأ منهم أن انطلقوا، لا شك أن فيه يعني شبه، أيوة نعم، يعني شيء لا يأباه نظم القرآن الكريم. طيب واصبروا على
آلهتكم. هيصبروا على ايه يا ترى؟ هيصبروا على ايه؟ هم بيعملوا ده كله ليه؟ هيصبروا على ايه؟ على آلهتكم. لاحظ واصبروا على آلهتكم، إضافة الآلهة إلى ضميرهم على آلهتكم، لم يقل واصبروا على الأصنام أو اصبروا على الآلهة، إنما أضافوها إلى أنفسهم. الملأ وكان ملأ ذكيا، وكان ملأ إيه؟ طبعا خبرة في الدفاع عن الكفر، وخبرة في الدفاع عن الباطل. أهل الباطل عندهم خبرة في الدفاع عن الباطل، وعندهم خبرة في الدفاع عما يعتقدون. وانطلق الملأ منهم، معناه أن هم مستعدين تماما، معناه أنهم إيه؟ مستعدون تماما للدفاع عما هم عليه، بدليل قوله إيه؟ وانطلق الملأ منهم. طيب، والملأ ملأ يعني يملؤون الأفق. ملأ يعني إيه؟ عدد كبير، يملؤون الأفق. إذا نظرت لا ترى غيرهم، مد البصر، ملأ من الامتلاء. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. الإضافة إلى الضمير في آلهتكم فيها رائحة العصبية، يثير فيهم نعرة العصبية، أن هذه الآلهة التي تنتسبون إليها، أن هذه. ولذلك لم يقل أن امشوا واصبروا على الأصنام أو اصبروا على الأوثان، وإنما أضافها إليهم ليزيدهم إثارة في الدفاع عنها، وإن كانت باطلا. ليزيدهم إيه؟ إثارة في الدفاع عنها، مش وإن كانت، مع أنها باطل، مع أنها باطل، تمام؟ وهذا هو التعصب المقيت، حتى ولو كان للباطل، الدفاع المستميت حتى ولو كان عن الباطل. لاحظ عبارة هؤلاء الدهاقين من الملأ الذين انطلقوا، وحينما انطلقوا بيّنوا العزيمة، في العزيمة إن عندهم عزيمة، وبيّنوا وهذه العزيمة وهذه الكثرة التي تملأ الأفق وتسد عين الشمس، تقول لك أنت يا محمد وحدك تقف أمام هذا الملأ، تريد أن تقف إيه؟ أمام هذا الملأ الذي يملأ المكان ويسد عين الشمس. وانطلق، انظر إلى عبارات القرآن الكريم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهة. يا سلام في الصبر على الآلهة، الصبر على الآلهة، واصبروا على آلهتكم، يعني استمروا على عبادتها. استمروا على إيه؟ يعني استمروا على عبادتها. المهم أن يدافعوا، لأن هذه الإضافة في آلهتكم تقول لو دافعوا عنها، استميتوا في الدفاع عنها، لأنها تنسب إليكم آلهتكم، وأنتم تنسبون إليها، حتى ولو كانت باطلا إلا أنها شيء ينسب إليكم وتنسبون إليها، فدافعوا عما تنسبون إليه وعما ينسب إليكم، حتى ولو كان باطل، مش حتى ولو كان، مع أنه باطل، مع أنه إيه؟ مع أنه باطل. وهذا شيء عجيب جدا، شيء عجيب. حين تتدبر أسلوب القرآن الكريم ترى أمر، ترى تتأكد وتتحقق وتقول أشهد أنك معجز، أشهد أنك كلام الله، أنك إيه؟ أشهد أنك كلام الله. وهذا جار على العادة، يعني القرآن الكريم عبر في مواضع أخرى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا الإيه؟ والغوا فيه لعلكم، المهم تغلبوا، المهم إيه؟ المهم لعلكم تغلبون، المهم تغلبوا، حتى ولو كان انتصاركم في الدفاع عن الكفر، ولو كان انتصاركم في الدفاع عن الفساد، ولو كان انتصاركم في الدفاع عن الباطل، المهم أنكم إيه؟ لعلكم تغلبون. وهذه يعني أن تقف في وجه كل مصلح وتملأ الدنيا أمام إصلاحه، وتزعم أنك بذلك تطفئ نور الله،
تحشد الحشود وتسخر كل ما تملك من الآلات المرئية والمسموعة وغير كذا وكذا وكذا لتطمس نور الحق. إذن أنت كهؤلاء الذين قال الله عنهم ها وانطلق الملأ منهم ها أن يمشوا واصبروا على آلاتكم. أن يمشوا واصبروا على إيه؟ آية عجيبة جدا. إنما فتحت باب التدبر فيها طعن هذا الطاعن. ما فتح باب التدبر فيها إلا طعن هذا الطاعن. ولذلك قلت لكم قبل ذلك إنه ما من شيء يطعن فيه على القرآن الكريم إلا ويعود عليه بالإيه؟ ويعود عليه بالخير، ويعود عليه بكشف شيء من أسراره وأنواره، بكشف شيء من أسراره وإيه؟ وأنواره. كمل يا سيدنا. قال رحمه الله تعالى: وفي قوله امضوا وانطلقوا زيادة انزعاج ليس في قوله امشوا، والقوم لم يقصدوا ذلك ولم يريدوه. تمام. وقيل: بل المشي ها هنا معناه التوفر في العدد والاجتماع للنصرة دون المشي الذي هو نقل الأقدام من قول العرب. يعني هو هنا يلجأ إلى وجه آخر للإجابة. وجه آخر للإجابة. هو في الوجه الأول حمل المشي على الحقيقة. امشوا يعني خليكم المشي مراد به المشي، يعني لا تحركوا قدما أكثر مما كنتم تحركونه قبل ذلك. امشوا على عادتكم، يبقى المشي حقيقي. الوجه الآخر يقول: يحتمل أن يكون المشي هنا مجازا. يحتمل أن يكون المشي هنا مجازا، أن يكون المشي هنا إيه؟ مجازا. والمراد به الاجتماع على نصرة الأصنام، الاجتماع على نصرة الإيه؟ يعني امشوا اجتمعوا، قال الملأ اجتمعوا حتى ننصر الأصنام، فعبروا عن الاجتماع بالإيه؟ بالمشي. نعم. من قول العربي: مشى الرجل إذا كثر ولده. وأنشدوا: والشاة لا تمشي على الهلمعي. على الهملعي. على الهملعي. أيوة، الهملعي هو الذئب. والشاة لا تمشي، المشي هنا في قول الشاعر: والشاة لا تمشي على الهملعي. المشي هنا بمعنى كثرة النتاج، يعني الشاة لا تنتج ويكثر نتاجها مع وجود الذئب، لأن الذئب سيأكل أبناءها. لأن الذئب سيأكل إيه؟ سيأكل أبناءها، وإن لم يجد أبناءها سيأكلها. وإن لم يجد أبناءها إيه؟ سيأكلها هي. يبقى المشي هنا في قول الشاعر: والشاة لا تمشي، يعني لا يكثر نتاجها، على الهملعي، على بمعنى مع، أي مع وجود الذئب. والهملع اسم من أسماء الإيه؟ الذئب. تبالك معي؟ نعم. طيب، فهو هنا في هذا الوجه استشهد لأن المشي يعتبر مجازا عن الاجتماع أو عن وجود الشيء، عن الاجتماع أو عن وجود الايه؟ الشيء. امشوا واصبروا على آلهتكم، امشوا يعني اجتمعوا على نصرة ايه؟ آلهتكم. طيب تمام. نأتي إلى الآية الثانية، الآية التي بعدها. هلك عني سلطانية. أيوة، تفضل. وكقوله تعالى: هلك عني سلطانية، إنما يستعمل لفظ الهلاك في الأعيان والأشخاص، كقوله: هلك زيد، وهلك مال عمرو، ونحوهما. فأما الأمور التي هي معان وليست بأعيان ولا أشخاص، وليست بأعيان ولا أشخاص، فلا يكادون يستعملونه فيها. ولو قال قائل: هلك عن فلان علمه، أو هلك جاهه، على معنى ذهب علمه وجاهه، لكان مستقبحا غير مستحسن. بس تمام. الفكرة الهلاك، هذا الطاعن يقول إن كلمة الهلاك لا تستعمل في المعاني. لا أقول هلك علم فلان، وإنما تستعمل في الأشخاص والذوات، فأقول هلك فلان. تمام؟ يعني لا تقول هلك الحب، تمام؟ وإنما تقول هلك المال، يعني فنية ذهب. تمام؟
فهذا الطاعن يقول إن كلمة الهلاك إنما تستعمل في الأعيان والذوات ولا تستعمل في المعاني، ولا تستعمل في الإيه؟ في المعاني. يعني أقول هلك فلان يعني مات لأنه زاد، وأقول هلك مال فلان يعني راح لأنه شيء عيني. إنما هلك السلطان، السلطان ده ليس شيئا عينيا، السلطان معنى، السلطان إيه؟ معنى من المعاني، تمام؟ فهو يقول كيف يقول القرآن الكريم هلك عني سلطانية، مع أن الهلاك لا يستعمل إلا في الأعيان والأشخاص. السؤال صعب، السؤال صعب. طب لما اختار هذه الآية فقط مع أن كلمة هلك جاءت في القرآن كثير؟ كلمة هلك وهلاك جاءت في القرآن كثيرا. يعني مثلا ولقد جاءكم يوسف بالبينات، مش كده؟ حتى فما زلتم في شك منه حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده، هلك يعني مات، ماشي ماشي على الأصل، تمام ولا إيه؟ ماشي على الأصل. طيب أيضا قوله تعالى أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، مش كده ولا إيه؟ هلاك العدو وارد، لا صحيح، لأنه موت للعدو، والعدو أشخاص، تمام. قالوا تالله تفتأ ها تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هذا كله يسير على الأصل، فلما اختاروا هذه الآية؟ لأنها التي لا تسير على الأصل، لأن ما أنت لابد تتأمل عقل هذا كيف فكر ولما اختار هذه الآية، كيف فكر ها ولما إيه ولما اختار هذه الآية، كيف فكر ولما اختار هذه الآية. استعرضت أنا لك بعض آيات القرآن الكريم التي ورد فيها لفظ الهلاك، ووجدناها أنها تسير على هذا الأصل اللي هي الأشخاص أو الإيه أو الأعيان. طيب نأخذ، يبقى هو يقول إنما يستعمل لفظ الهلاك في الأعيان والأشخاص، كقوله هلك زيد وهلك مال زيد. هلك زيد ده فين؟ في الأشخاص. هلك مال زيد ده في الأعيان. طيب ونحوهما. فأما الأمور التي هي معان وليست بأعيان ولا أشخاص فلا يكادون، لاحظ ركز، مش قال فلا يستعمل فيها هذا، لا، فلا يكادون، يعني ده ما بيجيش أصلا، فلا يكادون يستعملونه فيها. يزيد ويقول ولو قال قائل هلك عن فلان علمه أو هلك جاهه، طبعا العلم والجاه معنى وليس لا هو أشخاص ولا هو أعيان، على معنى ذهب علمه وذهب جاهه لكان مستقبحا غير مستحسن. يبقى هو الآن مش بيطعن، لا يطعن في أن القرآن الكريم استعمل لفظ غيره أبلغ منه، يبقى كان مؤدب شوية وقال أن لفظ القرآن بليغ، لكن اللفظ الذي استعمله الذي كان ينبغي أن يستعمله إيه؟ أبلغ. لا ده هو بيقول أنه استعمل لفظ مستقبح، أنه استعمل لفظ إيه؟ ما أنت ركز شوية عشان تصل للآخر. بيقول لو قال هلك علمه لكان مستقبحا غير مستحسن. انظر رتب الخطوات لأنه بيتدرج معك ويقول لك ده القرآن الكريم حينما قال هلك عني سلطانية استعمل الهلاك في السلطان، والسلطان معنى، والسلطان إيه؟ معنى، وليس شخصا ولا عين. وحينما نقول هلك علم فلان والعلم ده معنى، يبقى ده كلام قبيح. قس على ذلك، يبقى القرآن استعمل إيه؟ استعمل لفظ إيه؟ استغفر الله.
شفت انت تاخد بالك معايا. هو صح لم يقل لي ان القرآن صراحة استعمل لفظ قبيح، وإنما حين وصل إلى قوله لو قلت هلك علم فلان لكان قبيحا غير مستحسن. هو طبعا لا شك بلا ريب، الكلام واضح، الكلام واضح. هذا الرد يا سيدنا. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله سبحانه هلك عني سلطانية، وزعمهم أن الهلاك لا يستعمل إلا في تلف الأعيان، فإنهم ما زادوا على أن عابوا أفصح الكلام وأبلغه. ولذلك الشيخ كان متنبه، بيقول له أنت هذه المرة لا تقول لي إنه ترك البليغ واستعمل، إنه ترك الأبلغ واستعمل الإيه؟ البليغ، ترك الأحسن واستعمل المرتبة الأقل حسنا، وإنما تقول لي إنه عيب، إنه معيب، إنه إيه؟ ولذلك الشيخ قال: فإنهم ها ما زادوا على أن عابوا أفصح الكلام وأبلغه. كمل يا سيدي. قال: وقد تكون الاستعارة في بعض المواضع أبلغ. هو هيبدأ بقى الآن يديله درس في البلاغة. هيبدأ يشرح له درس في الإيه؟ يقول له تعالى بيه، تعالى بيه أعلمك بلاغة من أول وجديد. تعالى بيه أنا هعلمك بلاغة من أول وإيه؟ هعلمك بلاغة من أول ألف ب، من أول ألف ب. أيوة قول يا سيدي. قال: وقد تكون الاستعارة في بعض المواضع أبلغ من الحقيقة، كقوله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. والسلخ هاهنا مستعار وهو أبلغ منه، ولو قال نخرج منه النهار وإن كان هو الحقيقة. هو أنا قلت لك إن هو سيعود به متعلما، يجلسه أمامه إيه؟ متعلما يعلمه درس الاستعارة، يعلمه درس الإيه؟ وهذا يعني ما دام سلك هذا المسلك يبقى يعني أن الرد أخذ اتجاها، وهو أن قوله تعالى هلك عني سلطانية، استعمال الهلاك هنا من باب الإيه؟ الاستعارة، من باب المجاز يعني، من باب الاستعارة والمجاز. ولذلك قبل أن يقول له إن الهلاك هنا استعارة، قال له تعالى أعرفك الاستعارة، تعالى إيه؟ تعالى ما أشرح لك درس الاستعارة، تعالى ما أشرح لك درس الإيه؟ الاستعارة. أيوة. طب لما خاض هذا المخاض؟ لما مشى به في هذا الطريق؟ لأنه يقول له أنت حين حكمت هذا الحكم أنت جاهل بهذا الباب، أنت جاهل بباب الاستعارة، تعالى أعرفك باب الاستعارة وبعدين أرد عليك، أعرفك باب الإيه؟ الاستعارة، ثم أرد عليك، ثم إيه؟ أعلمك درس الاستعارة ثم أرد عليك. فجاء بشواهد مشهورة جدا في الاستعارة في القرآن الكريم، جاء بأول آية وهي قوله تعالى وآية لهم الليل ها نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. مش كده؟ نسلخ هنا مستعارة، لأن السلخ في الأصل كشط جلد الشاة، إزالة جلد الشاة عن لحمها، تمام كده؟ أما بتذبح شاة وتسلخ الجلد عن اللحم، هذا هو، هذه عملية السلخ. يبقى السلخ هنا مستعار للإزالة، مستعار للإيه؟ يبقى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني نخرج منه النهار، كما نخرج الجلد عن لحم الشاة، كما نزيل الجلد عن لحم الإيه؟ عن لحم الشاة. فإذا هم مظلمون. طيب القرآن الكريم استعار نسلخ لنزيل أو نخرج، وآية الليل نسلخ منه الإيه؟ النهار. الآية تتحدث، طبعا وقع هنا إشكال في فقه هذه الآية، وسنعود إليه في صفحة 89 عند الرماني، عند الرماني، لأن كما قلت في المحاضرة الأولى أن الخطابي ولد والرماني تقريبا كان عمره 20 سنة، والرماني كان عمره إيه؟ 20 سنة. فالخطابي يعتبر تلميذا لمين؟ للرماني، أو على الأقل قرأ ما كتبه
طب ما الدليل على أنه قرأ؟ أخذنا أدلة في المحاضرة الأولى تجزم جزما قاطعا على أن الخطابي قرأ كتاب مين؟ الرماني الموجود معنا في نفس هذا الكتاب. طيب وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يا ترى القرآن يتكلم عن خروج النهار بعد ظلام الليل، من ظلام الليل، يبقى إحنا دخلين في نور الصبح بعدما كنا في ظلام الإيه؟ الليل، ولا تتكلم عن دخول الليل بعد زوال النهار؟ ها؟ يا ترى الآية تتكلم عن ماذا؟ أنتم ملاحظين معايا؟ ما هو دي برضو هذه سلخ وهذه إيه؟ سلخ. يعني خروج الليل، خروج النهار من الليل عملية سلخ، وخروج الليل من النهار عملية سلخ. يا ترى القرآن الآية تتحدث عن أي واحدة؟ وقع هذا الأمر، هذا الأمر وقع فيه إشكال. ولو جبنا صفحة 89، هات يا سيدنا الشيخ كده صفحة 89. نعم أيوة، صفحة 89 الفقرة الثانية، الفقرة الثانية. ده من إيه؟ دي من رسالة الرماني الذي قلنا عنه أنه يعتبر شيخ مين؟ الخطاب، أستاذ مين؟ الخطاب. يقول الرماني وقال تعالى، وهو بيستشهد للاستعارة، بيستشهد للإيه؟ الاستعارة في القرآن. وقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نسلخ مستعار، وحقيقته يخرج منه النهار. يبقى هو بيتكلم عن إيه؟ عن الليل طلعنا منه الإيه؟ النهار. يبقى يتكلم عن خروج النهار من ظلام الليل، خروج النهار من إيه؟ معايا؟ تفهمين ولا إيه؟ يتكلم عن خروج النهار من ظلام الإيه؟ يعني ظهور الصبح بعد الظلام، تمام كده؟ طيب جاء الخطيب القزويني في كتابه الإيضاح ورد على الرمان، ورد على الرمان وقال له لو أن الأمر، لو أن الآية تتكلم عن ظهور النهار بعد ظلام الليل لكان التذييل فإذا هم مبصرون، لكان التذييل إيه؟ يعني داخلين في النور، داخلين في الإبصار بعد ما كانوا في ظلام الليل. ولكن لما جاء التذييل فإذا هم مظلمون، يبقى معناه أن هم إذا هم داخلون في ظلام الليل، يبقى معنى هذا أن الآية تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عنها دخول الظلام بعد زوال نور النهار، بعد إيه؟ بعد انقضاء النهار. فهم معايا ولا إيه؟ فهمت؟ استدل على هذا بماذا؟ بتزييل الآية بقوله فإذا هم. وكانت هذه لفتة جليلة من الخطيب رحمة الله عليه، وكانت هذه لفتة جليلة من الخطيب القزويني في كتابه الإيضاح رحمة الله عليه. المهم أن كلمة نسلخ هنا جاء على سبيل، جاء واردة على سبيل الإيه؟ واردة على سبيل، وسنتحدث عنها إن شاء الله حين نأتي إلى الحديث عن الاستعارة في عند الرماني رحمة الله عليه. يبقى هو الآن كلمة السلخ لا تحمل على ظاهرها، وإنما تحمل على أنها بمعنى إزالة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني طلع. وهذا يدلك على شيء، على حقيقة علمية اهتدى إليها العلماء بعد في القرون في العصر الحديث، وهو أن الأصل في الكون الظلام، الكون كله مظلم. بعدما تتجاوز الغلاف الأرضي تجد الكون كله ظلام. فإذا طب إذا جاء الليل يبقى الكون كله ظلام للغلاف، بالغلاف الأرضي وما فوقه، تمام كده؟ طيب حينما يظهر النهار كأنك تسلخ هذه القشرة، هذا الظلام كأنك تسلخه عن الغلاف الجوي، فيحل النهار في هذه الرقعة فقط،
ويبقى بقية الكون هو الايه؟ ويبقى بقية الكون مظلما. انت معايا ولا ايه؟ ويبقى بقية الكون ايه؟ مظلما. فالكون بطبيعته مظلم، فالظلام هو الأصل، والنور طارئ عليه. والنور ايه؟ والنور طارئ عليه. ولذلك الآية قالت وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، كأنه جعل النهار هو الذي يسلخ. أنت بتشيل النهار فقط حتى تعود إلى الأصل وهو الظلام، حتى تعود إلى الأصل وهو الايه؟ وهو الظلام. يعني النور طارئ، النور طارئ على 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 ظلام الكون. معايا ولا ايه؟ دي هذه الحقيقة العلمية التي اهتدى إليها العلماء بعدما صعدوا الفضاء وشبه ذلك، ووجدوا أنفسهم في ظلام مطبق، ووجدوا أنفسهم في ظلام مطبق دامس، ظلام دامس لا يرون شيئا. طيب إذن النور في أي في الغلاف الجوي فقط، النور إنما يكون فين؟ ها؟ في الغلاف الجوي فقط. ولذلك الآية تقول إن الذي إن إنك سلخت فقط هذه القطع المظلمة عن الغلاف الجوي، سلخت النور، سلخت النور والضياء عن الغلاف الجوي حتى عاد إلى أصله وهو الإيه؟ وهو الظلام. تمام؟ طيب اقرأ الآية الثانية يا سيدي. قال وكذلك قوله سبحانه فاصدع بما تؤمر، وأبلغ من قوله فاعمل بما تؤمر وإن كان هو الحقيقة. والصدع مستعار، وإنما يكون ذلك في الزجاج ونحوه من فلز الأرض، ومعناه المبالغة فيما أمر به أو أمر به حتى يؤثر في النفوس والقلوب تأثير الصدع في الزجاج ونحوه. جاء له بشاهد آخر، ما احنا قلنا انه قال له تعالى انا هديك درس في الايه؟ في البلاغه، في الاستعاره، هديك درس في الاستعاره حتى لا تظنن ان اللغه قاصره على الحقيقه فقط. ولو ولذلك الاستعاره والمجاز شطر اللغه، المجاز في العربيه نصف العربيه او اكثر. فلو انك ضيقت واسعا وقلت ان العربيه ليس فيها الا الحقيقه، يبقى انت كده اهدرت شطر اللغه. اهدرت ايه؟ اهدرت شطر اللغه، ضيعت نصف اللغه. اتى له بمثال اخر وهو قوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر واعرض عن الايه؟ عن المشركين. فاصدع، الصدع في الاصل يقول تصدعت الارض، مش كده ولا ايه؟ يعني انشقت. تصدعت الزجاجه يعني ايه؟ انكسرت، مش كده ولا ايه؟ فالصدع في الاصل يستعمل للاشياء المتماسكه كالزجاج ونحوه. انصدعت الزجاجه يعني انكسرت، هذا هو الاستعمال الحقيقي للكلمه، لكلمه الصدع، انها تستعمل في الايه؟ ها؟ في الزجاج ونحوه، من فلز الارض يعني تستعمل في الزجاج، تستعمل في الخزف، تستعمل في فيما شبه ذلك. تمام؟ الشيء الذي ينكسر، اذا انكسر لا يلتئم، اذا انكسر ايه؟ لا يلتئم. طيب يبقى الصدع هنا على حقيقته ام انه مستعار؟ مستعار. هو الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما تؤمر، بلغ، اجهر بالدعوه، اجهر بالرسالة، بلغ ما تؤمر. فاستعار الصدع للإيه؟ للبلاغ. استعار الصدع للإيه؟ للبلاغ. طيب مع أن القرآن الكريم استعمل البلاغ في أكثر من موضع، ولذلك هذا من الأشياء التي تفتح لك أفق المعرفة، مما يفتح لك أفق المعرفة أن تستحضر الأشباه والنظائر، أن تستحضر إيه؟ الأشباه والنظائر. ويكون القرآن الكريم ويكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا بين عينيك، كتابا ايه؟ مفتوحا بين عينيك. إذا سمعت لفظة جئت باستعمالاتها في القرآن الكريم، استحضر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنما عليك البلاغ، مش كده؟ إن عليك إلا البلاغ، مش كده ولا ايه؟ كيف القرآن الكريم كتير جدا، لما أوثر في هذه السورة فقط كلمة فاصدع؟ ها؟ ده أمر يحتاج إلى بحث.
أنا مش هجاوب حضرتك لأن ما عنديش جواب. أنا لن أستطيع أن أجاوب سعادتك لأن ما عنديش جواب، ليس عندي إجابة، ولكني أفتح لك باب التدبر أن تأتي إلى الألفاظ التي جاءت مجازا في بعض الصور وجاءت حقيقة في صور أخرى أو في مواضع أخرى، ثم تنظر وتتدبر لما أوثر المجاز في الصور التي جاءت فيها مجازا. على الحقيقة في الصور التي جاءت فيها حقيقة، هذا نهر من المعرفة، أنهار من المعرفة، شلالات من المعرفة لمن أراد أن يتدبر. ده إذا كنا نريد أن نتدبر حقيقة، يعني إذا كنا نريد أن نبحث، نريد أن نصنع بحوثا علمية لها قيمة ولها فائدة، تمام ولا إيه؟ لفظ واحد جاء حقيقة، جاء حقيقة هنا وجاء مجازا هنا، حين جاء حقيقة لما جاء، وحين جاء مجازا لما جاء، تمام؟ أيوه. طيب، فاصدع بما تؤمر، يعني اجهر يا محمد بالدعوة. كانت الدعوة طبعا في مكة في بادئ الأمر كانت سرا، فلما ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، ثم أمر بالجهر بالإيه؟ بالدعوة. فالجهر بالدعوة القرآن يعبر عنه بكلمة إيه؟ اصدع، كأنه يقصد زجاجة، كأنه زجاجة وانكسرت. ومعنى هذا أن 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 بلوغ غاية في التأثير، يعني يا محمد لتجهر بالدعوة جهرا فاصلا حاسما بحيث يؤثر فيهم تأثير التصدع في الزجاجة، تأثير التصدع في الإيه؟ في الزجاجة. طب الزجاجة لما تتصدع تلتئم تاني؟ لا. ولذلك يقول لهم لا يعودون بعد جهرك بالدعوة كما كانوا قبلها، لابد أن يكون كلامك فيهم كلاما حاسما قاطعا مزلزلا يحدث فيهم أثرا كأثر صدع الزجاجة، يحدث فيهم أثرا كأثر إيه؟ صدع الزجاجة. ولذلك شيخنا العلامة الشيخ أبو موسى حفظه الله له كلمة جليلة في هذا، يقول الأصل في صاحب الرسالة ألا يمالي أباطلا، ألا يداهن في الكلام، ألا يداهن في القول، ألا يداهن في الإيه؟ في القول. يعني يقول كلمة مواربة كده كده مش عارف إيه، ده هذا شيء، وقوله تعالى إيه؟ فاصدع، ها شيء إيه؟ شيء آخر. الأصل ألا تصانع وألا تداهن من ما دام الحق واضح أمامك، ما دام الحق إيه؟ ما دام الحق واضحا أمامك وما دام الصواب واضحا أمامك فاصدع، ها؟ يعني قل كلمة مؤثرة، قل كلمة فاصلة كما تنفصل الزجاجة، قل كلمة مؤثرة وقل كلمة فاصلة ما دمت على يقين أنها كذلك، وما دمت على يقين أن هذا هو الحق. ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم كانت الأمور واضحة أمامه تماما أمامه، حتى قال لعمه والله يا عم ها لو وضع الشمس في يميني ها والقمر في إيه في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى تنفرد سالفتي، يعني أموت دونه، السالفة اللي هي العنق يعني اندبح، يعني حتى تنفرد سالفتي، تمام؟ طب وانفراد السالفة لا يكون إلا عند الموت، عند الإعدام وعند القتل، خدت بال حضرتك؟ طيب كمل يا سيدنا بعد كده. قال وكذلك قوله سبحانه هلك عني سلطانيه، وذلك أن الذهاب قد يكون على مراصدة العود وليس مع الهلاك بقيا ولا رجعا. يا سلام. وقد قيل إن معنى السلطان ها هنا الحجة والبرهان. بعدما شرح له الاستعارة، درس الاستعارة وأعطاه درسا، وطبعا لم يقل له أنت جاهل، بس كل طريقة لم يقل له أنت إيه؟ أنت جاهل، وتعالى أعلمك درس في الاستعارة. ولكن هذا هكذا أهل العلم، هكذا أهل العلم، هذا أدب أهل العلم، هذا أدب أهل العلم.
قال له: يا أخي، هناك شيء في اللغة العربية اسمه إيه؟ استعارة، كقوله كذا تعالى كذا، وكقوله تعالى كذا. ومنه هذه الآية، هذه الآية الهلاك فيها لم يستعمل على حقيقته. هلك عني سلطانية بمعنى ذهب عني سلطانية، مش كده؟ نعم. استعير الهلاك لذهاب السلطان، لذهاب الإيه؟ لأن ذات يوم القيامة هذا الكافر يقول يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ربنا يقول لهم خذوه إيه؟ فغلوه. هلك عني سلطانية، هو يقف بين يدي الله والعذاب أمامه جاهز، العذاب جاهز أمامه، ويقول إيه؟ ها؟ يتذكر ما كان عليه من السلطان في الدنيا. كان سلطان في الدنيا، ولكن هل ينفعه سلطانه في الآخرة؟ ولذلك قال إيه؟ ها؟ هلك. قال هلك يعني مات، يعني فني. طيب لو قال ذهب، ما أنت لابد إذا أردت أن تعرف فضل الاستعارة على الحقيقة في المكان الذي استعملت فيه، هات الحقيقة مكانها وحط الاستعارة وأغمض عينيك وفكر كثيرا وتدبر كثيرا. ذهب عني سلطانية، الخطابي يعلمنا درسا، يقول حينما تقول ذهب الولد إلى المدرسة يبقى على انتظار أنه هو إيه؟ يعود، وهذا قوله على مراصدة العودة، على مراصدة يعني على انتظار، ينتظر أن يعود. ذهبت إلى كذا، ينتظر أن يعود. لكن حينما قال هلك يبقى لا عودة ولا ينتظر عودة، ده هلاك يعني فناء يعني موت. يبقى ولذلك قال: وذلك أن الذهاب قد يكون على مراصدة الإيه؟ العود، وليس مع الهلاك بقيا ولا رجعة. مفيش، خلاص انتهينا، ليس مع الهلاك بقيا ولا إيه؟ هذه العبارة، وأنا أقرأ كلام شيخه الرماني وجدتها في صفحة 87. هات صفحة 87 كده يا سيدي، آخر سطر في صفحة 87، وهو يتكلم عن قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب. قال الرماني رحمه الله: وحقيقته انتفاء الغضب، سكت الغضب يعني انتفى الايه؟ الغضب. هو الغضب إنسان بيسكت بيتكلم ويسكت؟ لا، وإنما حقيقة سكت عن موسى الغضب يعني انتفى الغضب، زال الغضب. قال الرماني رحمه الله: والاستعارة أبلغ، لأنه انتفاء مراصد بالعود. هذه الكلمة الجليلة، هذه الكلمة الجليلة التي قالها الخطابي في قوله تعالى: هلك عني سلطانية، هذا منبعها عند الإيه؟ عند الرماني في قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب. فانظر كيف ينقل المعرفة من تطبيقها على آية إلى تطبيقها على إيه؟ على آية أخرى. ولذلك الأستاذ الطيب اللي يدي الطالب آية ويسيبه، لا، بعدها اديله 3-4 آيات يطبق عليه. اديله كم آية كمان؟ 3-4 آيات. انت اديت له آية وعلمتها له، اديله كمان آيتين 3-4 يطبق عليه. اديت له شاهد، أعطيته شاهدا وشرحته له، أعطيه شاهدا آخر أو أكثر يطبق عليه. الخطابي تعلم الدرس وأحسن التطبيق على آية هلك عني سلطانية بعدما قرأها عند شيخه في آية ولما سكت عن موسى. هو ده. ولذلك حتى اللفظ واحد تقريبا. والاستعارة أبلغ، لأنه انتفاء مراصد بالعود، فهو كالسكوت على مراصدة الكلام. ولما سكت عن موسى الغضب، الآية عبرت بسكت، لو قالت انتفى الغضب يعني مش هيرجع،
يعني الغضب لن يعود. طب لن يعود إزاي؟ ده موسى يؤيد قوم يعبدون العجل بعدما تركهم وسافر وراء عاد من رحلته فوجد قومه يعبدون الايه؟ يعبدون العجل، اتخذوا العجل إلها. هذا يثير الغضب ولا لا؟ يثير الغضب. وبعدين ده خطأ في رأس العبادة، خطأ في ده استبدلوا ايه؟ ده خطأ في رأس العبادة، خطأ في رأس العبادة. يعبدون عجلا يتخذونه إلها، هذا أمر مستفز جدا ومثير للغضب جدا. ولا تكفي فيه كلمة، بل الكلمة ستتبع بإيه؟ بكلمات، والنهي سيتبع بنهي، والزجر سيتبع بزجر. ولذلك القرآن لم يقل انتفى عن موسى الغضب، لأنه لو انتفى يبقى مش هيتكلم تاني، مش هيرجع تاني، لن يعود. ولكن سيدنا موسى ده نبي، هذا نبي كليم الله، عاد ووجد قومه على عبادة غير عبادة الله، لا بد أن يغضب مرة وألف مرة ويكرر الغضب ويكرر الكلام. فلو قال انتفى لن يصبح هذا في مقام. ولذلك قال ولما إيه؟ سكت. يبقى السكوت هنا ممكن يتكلم، الساكت ده يتكلم ولا مش ممكن؟ ممكن يتكلم. ولذلك قال على مراصدة العودة إلى الكلام، على مراصدة العودة إلى الكلام. والشيخ أفاد الدرس ونقله وطبقه على قوله تعالى إيه؟ هلك عني سلطانية، أن الهلاك هنا في موضعه الذي لا تصلح كلمة ذهب في مكانه، لأنه لو قال ذهب عني سلطانية لكان هذا الكافر وهو يعذب بين يدي الله يوم القيامة ينتظر أن سلطانه يعود له مرة ثانية، والسلطان الذي كان عليه في الدنيا لن يعود مرة ثانية، لن يعود مرة إيه؟ لن يعود مرة ثانية. طيب، أنا بقيت لي إشارة وأختم بها الدرس في هذه الآية، وهي قوله هلك عني سلطانية. يعني نقف فقط عند التعبير بعني، لو قال هلك سلطاني أو هلك سلطانية كان يكفي، كان في الظاهر إيه؟ يكفي أن يقول هلك سلطاني، هلك إيه؟ سلطاني، تمام ولا إيه؟ طب لما قال عني هلك عني سلطانية؟ أيوة، ما أنت لازم تتفكر، لازم تتدبر. هلك عني سلطانية، التعبير بعني هنا يفيد أن السلطان كان هو الذي يحميه، كان هو الذي يحميه ويغطيه ويصونه، فلما زال عنه سلطانه في الآخرة كأنما نزع عنه هذا الغطاء، ونزع اللي احنا بنسميها الحصانة، نزعت عنه الحصانة خلاص، لم تعد هناك، لم يعد هناك حصان، لم يعد هناك ثوب يحميه، لم يعد هناك غطاء يحميه. ولذلك يعني تقدم الجر والمجرور، هلك لم يقل هلك سلطاني، وإنما قال هلك عني، أنا أصبحت عريان، أصبحت لا أجد نصيرا ولا سندا ولا حاميا، بعدما كان سلطاني في الدنيا هو النصير وهو الحامي وهو الذي يصون ويدافع، تمام ولا إيه؟ ولذلك قدم الجر والمجرور عني، لأن العبرة ليست بمطلق زوال السلطان حتى يقول ذهب هلك السلطاني، وإنما العبرة بزواله عنه هو. ولذلك قال ذهب عني، لأن العبرة بالمصيبة اللي هو فيه. أيوة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصائر في كتابه، وأن لا يحرمنا هذه الأنوار في كتابه، وأن يبارك لنا في هذا المجلس. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.